اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله علي حمد القايدي مختار محله المهديه. طبعا احنا في محله المهديه مدايرين جهد الحمد لله فضل الله عز وجل وفضل الشباب الموجودين في المجلس وفق الامكانيات المتاحه. وللاسف الشديد الامكانيات صراحه ضعيفه جدا. طبعا تعرف ان ادوات الشغل اذا كان فيش امكانيات ما نقدر نشتغل بشكل سلس بشكل مرتاح. طبعا المجلس البلدي ضعيف لان صراحه ما عندناش امكانيات ما نظلموهم. ربما السائل يتساءل لماذا المجلس البلدي ضعيف لان للاسف الشديد ان ما فيش دعم ما فيش امكانيات. الوزاره ما هيش واخده الامر بعين الاعتبار بالنسبه للجنوب. الجنوب صراحه شبه مهمش والله. الامور الخدميه داخل المحله للاسف الشديد شركه النظافه صراحه شبه غايبه. وطبعا هذا غني عن التعريف. الواقع موجود في الشارع. القمامه في كل مكان. المخلفات شبه في كل مكان. فيه لجنه ازمه مكلفه من قبل ديوان رئاسه الوزراء المنطقه الجنوبيه مداير جهد مشكل لجنه ازمه مدايره جهدها. فيه يعني تغيير نسبي نوعا ما. ولكن يفترض من شركه النظافه ان هي يعني تتحمل مسؤولياتها وتقوم بالعمل بشكل افضل يعني فهمتني. وطبعا عندنا احنا طبعا سبها المهديه صراحه يعني موقعها الجغرافي موجود في نهايه سبها في شمال سبها. الصرف الصحي مع احترامي الصرف الصحي كله يتجمع في محله المهديه في المحطه الرئيسيه للرفع لمحطه المعالجه. وطبعا المحطه الرئيسيه دائما تمر بمشاكل انقطاع التيار الكهربائي عطل المضخات. فهذا يعود بشكل سلبي على المحله ويصير طفح كارثي صراحه. حتى اليوم كان في طفح نتيجه العطل الموجود. ولكن الحمد لله فضل الله عز وجل فضل الشباب الموجودين في الشركه قاموا باصلاح هذا العطل اليوم الصبح وتم تشغيل مضخه. وان شاء الله ربي يسهل الامور يعني فهمتني.